بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الإعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. إحنا شغالين في وحدة الأعداد النسبية اللي هي الوحدة الأولى، والنهاردة إن شاء الله هناخد الدرس السادس وهو عملية ضرب الأعداد النسبية. عملية ضرب الأعداد النسبية درس سهل وبسيط جدا جدا جدا. عشان أضرب عددين نسبيين بضرب البسط للأول مع البسط للعدد الثاني، بيديني بسط حاصل الضرب، وبضرب مقام العدد الأول في مقام العدد الثاني بيديني مقام حاصل الايه؟ مقام حاصل الضرب. يعني مثلا لو أنا هضرب 2 على 5 في 4 على 3، يبقى بضرب 2 في 4 بيديني بسط العدد الأول، 2 في 4 ب 8، 5 في 3 يديني مقام الناتج وهو 5 على 8 على 15. نفس الفكرة هنا، سالب 2 في 6 يعني هيديني هنا سالب 12، احط الاشارة للبسط. و3 في 7 بكام؟ ب 21. يبقى الاشارة السالب دايما بحطها دائما في ناحية البسط. ممكن طبعا اختصر، يعني ممكن هنا لو يختصر العملية بختصر الاعداد، وممكن اختصر من البداية، يعني ممكن اختصر في النهاية، ممكن اختصر في البداية. لما اختصر من هنا على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الاتنين، يعني هيديني سالب 4 على الايه؟ سالب 4 على 7. ده الاختصار من البداية. اختصار من النهاية على 3 فيها الاربعة، على 3 فيها السبعة، يعني هيديني سالب 4 على 7، نفس الجواب. يبقى لضرب عددين نسبيين أ على ب و ج على د، فأضرب البسط في البسط، أ في ج على الب في الدال. واضحة كده عمليات الضرب. ناخد بقى المثال اللي موجود عندي. يبقى أنا هضرب ده يساوي إيه؟ 2 في 4 على 5 في 3، يعني يساوي 8 على 15. لو في اختصارات ممكن اعملها في البداية. هنا هل في اختصارات؟ لا. يبقى هيدينا 3 في سالب 4 على 7 في 5، يعني هيساوي سالب 12 على 35. هنا على 9 هل في اختصارات؟ ما فيش اختصارات. يبقى سالب في سالب بموجب 2 في 1 ب 2، على 9 في 1، 9 في 9 ب 1 ب 81. بس كده ده الدرس بالكامل، ما فيهوش اي مشكلة اطلاقا. يبقى لو عجبك الفيديو السهل البسيط ده يا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لحجز حصة اونلاين، حصة او فصل او منهج بالكامل. التدريس او الشرح هيكون صوت وصورة على احد برامج عقد الاجتماعات، ان شاء الله صوت وصورة باذن الله كأنك قاعد في حصة لايف مباشرة. لينك التسجيل هيكون في الاسفل. لشراء كورس او مجموعة دروس كاملة للصف الاول او للصف الثاني او لاي سنة من السنوات، الشراء موجود في الاسفل. نفس دروس الفيديو، ما فيهاش اي اختلافات خالص الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب، ولكن هيزيد عليها مجموعة فيديوهات كبيرة جدا لحل جميع مسائل الكتاب المدرسي وحل كمية كبيرة جدا من الاختبارات والامتحانات، بحيث ان انت ان شاء الله تدخل الامتحان ولا يكون في ذهنك اي شيء في مادة الرياضيات. والمذكرات الموجودة معمولة، انا عاملها بنفسي، هتلاقيها موجودة ايضا مع الدروس، يا اما ملف بي دي اف، يا اما تقدر تشتري الكورس بالكامل بملفاته ورقيا باللينك الشراء في اسفل الفيديو. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.